وفي هذا اللقاء كرة بتعود الآن محاولة منقولة عرضية خطيرة والمتابعة والهدف الأول. الهدف الأول هفوة كبيرة في اللقطة الماضية استغلت من لاعبي راس فيرونا، تقدموا بأول الأهداف. اللاعب أرماند يحاول فيها لوريانتي قد يعود بالتعادل. عاد بالتعادل مرة أخرى، عاد بالتعادل أصحاب الدار. واللاعب فيرساليكو وليسجل، والآن ساسولو يسجل مرة أخرى.